بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كاشف الغمة. بإذن الله النهاردة فيديو مهم للناس اللي فعلت قنواتها والناس اللي بتدور على ربح وتفعيل للإعلانات يكون صح وبيجيب أرباح. في الأول بإذن الله أتمنى من الله تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس واللايك، أرجوكم اللايك، من فضلكم اللايك. كلنا مش هنكبر الا مع بعض وبمساعدة بعض. يلا نخش في الموضوع على طول علشان ما اطولش عليكم. طبعا كلنا عارفين ان احنا لازم ندخل استوديو يوتيوب علشان كل حاجة داخل الاستوديو، كلنا عارفين الطريقة دي، بس في ناس مش عارفاها، في ناس مش عارفة الموضوع. هنخش كده على طول على استوديو يوتيوب، الموقع الإلكتروني كان زمان بنقول عليه الإصدار بسطح المكتب. تفعيل الإعلانات مهم مهم مهم، علشان كل ما الإعلانات بتزيد طبعا أرباحنا بتزيد. طيب ماشي، نخش كده على اللوجو بتاع القناة وعلى استوديو يوتيوب. معلش بعتذر على الصوت اللي بره، نخش على طول على استوديو يوتيوب. اول ما يحمل باذن الله النت هندخل على الفيديوهات. دخلنا على الفيديوهات، هنختار حاجه لازم تكون 8 دقايق، لازم الفيديو اللي هنخش عليه يكون 8 دقايق. فين ال 8 دقايق؟ هنا مثلا الصفا والمروه، ندخل على 8 دقايق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 8 دقايق ماشي. ندخل هنا مثلا ونختار علامة الدولار. الأقل من 8 دقايق يا جماعة، الخاصية اللي احنا داخلين عليها دي ما تنفعش، أقل من 8 دقايق ما ينفعش. حضراتكم شايفين إدارة الإعلانات أثناء التشغيل، إدارة الإعلانات أثناء التشغيل هندوس عليها. تمام، طبعا انا همسح كل ده او مش امسحه، المهم هناخدها واحدة واحدة حضراتكم. طيب تجاهلوا التغيرات مثلا، انا همسح ده كله وهنخش على ادارة الاعلانات اثناء التشغيل عشان ناخدها من الاول. شايفين فاصل اعلاني فوق هنا، علامة زائد فاصل اعلاني، شايفين حضراتكم هنا فاصل، كلمة فاصل اعلاني ده اللي بتحدد الفاصل اللي احنا عاوزين نحطها للإعلان. ماشي تمام. المؤشر اللي حضراتكم شايفينه ده المؤشر اللي حضراتكم شايفينه، احنا عاوزين نعمل إعلان في أول الفيديو، هنعمل هندوس عليه ونعمل فاصل إعلاني. تمام، هنيجي هنا بعد 3 دقايق عاوزين نعمل فاصل تاني، هندوس عليه. هنيجي هنا كمان على 3 دقايق، مش اقل من 3 دقايق عشان الناس ما تملش وهي بتشوف الفيديو وتتركه. يعني الناس لو شافت اعلانات كتير برضو ممكن تسيب الفيديو وما تشاهدوش. وكمان نيجي على 3 دقايق ونروح دايسين فاصل اعلاني، لازم فاصل اعلاني يا جماعة، لازم لما ندوس ونحدد على المؤشر ندوس فاصل اعلاني، غير كده مش هيتحدد معنا. كمان فاصل اعلاني حسب ما انتوا عاوزين، يعني 6 مرات بس كفاية. انا بزود في الفيديو علشان انتوا تكونوا معايا. وكمان فاصل اعلاني، هندوس كمان هنا 3 دقايق وفاصل اعلاني. طبعا اليوتيوب او يعني الاعلانات مش هتنزل بنفس الكمية اللي حطيناها في الفيديو، لا ده احنا بنحط وهم بيختاروا طبعا. وكمان فاصل في الاخر، في الاخر خالص كده فاصل اعلاني، سهله جدا جدا جدا. المؤشر حطيناه هنا فاصل اعلاني في الاول كده، حطينا حوالي 8 9. طبعا ال 8 9 مش هينزلوا،
لكن احنا حطينا الاعلانات بحسب ما اليوتيوب يتراءى ليه هينزل الاعلانات لينا. خلصنا الخطوة دي، في حاجة مهمة في اخر الفيديو هقول لكم عليها، مهمة جدا، ياريت تخليكم معايا. خلصنا الخطوة دي يا جماعة بعد الفصل الإعلاني والمؤشر اللي وضعناه في كل مكان احنا عايزينه، لازم ندوس متابعة، لازم ندوس متابعة. خلصنا متابعة لازم حفظ، غير كده كل اللي عملناه مش هينفع حفظه كده. تمام، لو رحنا تاني ورجعنا تاني لإدارة الإعلانات هنلاقي كل شيء اتظبط وتمام. تمام، هنطلع خالص بقى، خلاص احنا خلصنا كده، خلصنا الفواصل وعملنا حفظ، وهنطلع من اللي احنا عاوزينه. بدي اقول يا جماعة نصيحة لوجه الله، الناس اللي بتستخدم البرامج للمشاهدة او المشتركات او الحاجات دي، ارجوكوا امتنعوا عنها حالا، من فضلكم بتضر القناة جدا جدا جدا. كل اللي عادي حضراتكم تعملوا الفيديو وتعملوا محتوى جيد وتنزلوا الفيديو، وبعد كده ملكوش دعوة، بعد كده انتوا بتتفاعلوا بصدق مع الناس، انتوا بتروحوا للمشتركين والمشتركين بيقولكوا شرعي وقانوني وتفاعل حقيقي بصدق ماشي الحال. غير كده ارجوكم امتنعوا عن البرامج، سيبوا البرامج بتقفل قنوات، وممكن حساب ادسنس يتلغي وما بيرجعش تاني، والله ما بيرجع تاني، من فضلكم. انتوا شايفين عندي مفيش مشاهدات مفيش لايكات، بس مش هعرف اعمل غير كده، احنا تعبنا في القناة، مش هينفع في لحظة الحساب اللي احنا ما صدقنا تتفعل او قناتي تتفعل في لحظة قناتي تروح. من فضلكم اللي بيعمل برامج مشاهدات او مشتركين امتنعوا عنها حالا، اللي مطلوب منكم تفاعل حقيقي، لايك حقيقي، مشاهدة حقيقي. مش هنخسر حاجة لما نساعد بعض ونتعاون مع بعض بصدق. أنا بشكركم جدا جدا، وأتمنى أكون وفقت في شرح الفواصل الإعلانية اللي هتزود أرباحنا بإذن الله تعالى لو خليناها عددها معقول في الفيديو. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.